جديدة، رؤية جديدة انبثقت عن زيارة الرئيس ماكرون للجزائر منذ أسابيع معدودة، وتميزت تلك الزيارة بمحادثات مطولة ومعمقة مع الرئيس عبد المجيد تبون. ونستطيع القول أن التفاهم بين الرئيسين كان كاملا، وأملنا الآن أن نفذ الرؤية التي وضعها الرئيسان وتبلورت في إعلان الجزائر على وجه الخصوص. وهناك تدابير أخرى اتخذها الرئيسان، وها هي الآن وها هو الآن الاجتماع الأول ما بعد القمة للحكومتين في سياق اللجنة ما بين الحكومتين رفعت المستوى لترجمة هذه التوافقات وهذه الروح الجديدة وهذه الانطلاقة الجديدة إلى قرارات إلى توافقات إلى اتفاقات. وأمل الجانب الجزائري بل رغبة وإرادة الجانب الجزائري أن تفتح صفحة نوعية جديدة وأن تترجم هذه العلاقات الجديدة في التعاملات تستجيب ما تعتبره الجزائر من الأساسيات وكل ما يتعلق بأمن الأمة